بعد مايك بعد الفيديو القصير الاول. دلوقتي استاذه هبه محمد عضو المكتب السياسي هتقدم تعريف بسيط على كل الشهداء واهلهم وامهاتهم الموجوده معانا. السلام عليكم. انا بحيي كل ام وبقول لها ربنا يصبرك. ومعلش انا عايزه اوصل رساله للرئيس القادم ان شاء الله ايا كان، بقول له احنا مش عايزين حاجه خالص من البلد غير حق اولادنا، غير القصاص. احنا مش هنقبل باي حاجه، وكرسي الرئاسه ده هيبقى لعنه على اللي هيقعد ومش هيجيب حق الثوار وحق الشهداء. وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قتل شبابنا. احمد صالح، احمد صالح اخر شهداء احداث محمد محمود، استشهد بتاريخ 10 ديسمبر 2011 في عمره 21، كان طالبا في السنه الاخيره باكاديميه فيوتشر لنظم المعلومات. ومعانا والدته السيده الفاضله سامية عبد الهادي. هرجع تاني واقول الاحتفال النهارده مش عايزين نقول من الجبهه الديمقراطيه او من غيره، احنا من شباب ثوره. عايزين نبعد شويه عن الشغل السياسي او الشق السياسي التنظيمي. احنا جايين نقول ان احنا كشباب ثوره جايين مكملين على هدفنا، جايين نقول لامهات الشهداء احنا كلنا اولادكم، كلنا مكملين معاكم. الشهيد ما ماتش، كلنا يعني كلنا مكملين مكانه. هدفه هيتحقق، هنفضل وراه لحد ما نجيب حقه ان شاء الله. لحد ما اللي قتله مش هنسيبه ينعم بدم اللي قتله، لا هنفضل وراه لحد ان شاء الله ما نجيب حق الشهداء. جينا النهارده وجبنا امهات الشهداء عشان تتكلم. امهات الشهداء للاسف في كتير قوي من الاعلام معتم عليهم، بيتعمد يظهر ناس وما يظهرش ناس. احنا جايبين امهات الشهداء تتكلم بصراحه تماما، يقولوا كل اللي عايزين يقولوه. بنقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين، وجايين بنقول لهم لامهات الشهداء والامهات المعتقلين والامهات المعتقلين برضه كمان المنسيين، ده احنا ولادكم في السجن، هم احنا اللي في السجن وهم اللي خدوا حريتهم، لا احنا مكملين معاهم ونفضل وراهم لحد ما يخرجوا ان شاء الله.